هذا هسه النور شبه أعمى، ما له في مرض في عوينه ما نشوف. بالقصب يا الله أعطيته اللبن بالزبادي وشرب، فالحين بغسل له عوينه وباشوف النتيجة بعد التغسيل. تقريبا فتح بالنشاف. يلا اشرب حليب. يعني كان اوساخ على عيونه بس ما عنده ام عفر ترتب له. صار الحين يشرب على راحته كحين ما نشوف. الحين صار خلاص تحسنت حالته. الله يعيننا على فعل الخير. ويش سميك؟ سمير. سمي سمير. شرب الحليب صار يشوف وصوته نزل. ان شاء الله تشوفه امه.